هل ياجوج وماجوج وجدوا ذات يوم وعاشوا على هذه الارض؟ هل هم من بني ادم ام هم كائنات اخرى؟ كيف سيخرجون في اخر الزمان؟ وكيف سيقضى عليهم؟ وهل بالفعل هناك اثار تاريخيه تدل على وجودهم كتبت في حضارات الامم السابقه؟ اليوم سنتامل موضوع ياجوج وماجوج من منظور علمي وتاريخي وقرآني فتابعونا. حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاحبه هذه القضيه الشائكه تحدث فيها الكثيرون ولكن الذي يهمني ان القرآن ذكرهم والنبي الاعظم عليه الصلاه والسلام ذكر يأجوج ومأجوج فإذا بالنسبة لي هذه حقيقة واقعة ولكن دعونا نذهب للآثار التاريخية والأقمار الاصطناعية وغير ذلك الحقيقة العلم الحديث اليوم لا يعترف بيأجوج ومأجوج فلا توجد لدينا أي صورة بقمر صناعي تدل على شيء غريب على الأرض أو تدل على وجود سد السد الذي بناه ذو القرنين ولا توجد أي آثار ولكن هناك بعض الباحثين التاريخيين بالفعل وجدوا أثرا تاريخيا لذكر يأجوج ومأجوج ولكن للأسف بعض الباحثين التاريخيين يقولون هذه أساطير وأنا هنا قبل أن أبدأ بموضوع يأجوج ومأجوج لابد من هذه الملاحظة أحبتي في الله بعض الباحثين التاريخيين يقولون انه لا يوجد ذكر للانبياء في الرقم التاريخيه والاثار التاريخيه يعني ليس لدينا الان اثار تاريخيه تقول ان مثلا النبي موسى عليه السلام كان موجودا او النبي ابراهيم او غير ذلك فاذا هم ينكرون وجود الانبياء لانهم يعتبرون هذه الاثار التاريخيه وكانها كتاب منزل مع العلم ان هذه من صنع البشر. طيب عندما يصادفون وثيقه تاريخيه قديمه كتبت قبل الاف السنين تدل او تشير الى وجود ياجوج وماجوج مثلا كما ذكر القران يقولون هذه اسطوره تاريخيه. والنبي اخذها من الاساطير من الشعوب التي سبقته يعني انا احترت <applause> اذا وجدتم ذكر لشيء ورد في القران تقول هذا هذا اسطوره واذا لم تجدوا ذكرا له في التاريخ تقولون النبي فلان لم يكن موجودا لاننا لم نعثر في التاريخ على ما يدل على وجوده فاذا المنهج تاريخ المتبع لدى البعض منهج مضطرب لذلك أنا لا أخذ به حقيقة إما أن تعتمد منهج ثابت وتقول إن مثلا هذه الحضارة ذكرت يأجوج ومأجوج وبما أن القرآن ذكرهم فهذا دليل على صدق القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه اتصال بالحضارات السابقة ومعرفة لغاتهم وهذه المعلومات لم تكن متوفره في الجزيره العربيه زمن النبي عليه الصلاه والسلام. وبالتالي انا لا اثق بما يسمى بالابحاث التاريخيه لان كل باحث لديه منهج يختلف عن الاخر. بما انه لا توجد اي صوره للاقمار الاصطناعيه لمنطقه غريبه فيها سد اذا نحن نلتزم بنص القران الكريم لان هذه القضيه احبتي قضية غيبية. وهذا السد تحدثوا عنه في التاريخ الاسلامي كثيرا وقالوا هو في منطقة في وسط اسيا او يعني اماكن مختلفة حددوها ولكن حتى الان لم يعثر احد على اي اثر لياجوج وماجوج. نحن لدينا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول هناك فتحة مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت وأشار ب... بإصبعيه الإبهام والتي بجانبها كذا قال فتحت يوم فتحة من ردم يأجوج ومأجوج القرآن ذكر هذ... ه... هذه الأمم طيب هذه الأمم هل هي من البشر من بني آدم ام هي كائنات اخرى ايضا هذا الموضوع ليس لدينا حديث صحيح ومؤكد يفصل هذا الموضوع هناك بعض الاحاديث الضعيفه تقول هم من بني ادم ولكن على كل حال انا كمؤمن ما الذي يهمني من هذا الموضوع انا يهمني ما ذكره القران وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه القران ذكر ياجوج وماجوج مرتين في ايه انتبه اخي الكريم وهنا الله رتب هاتين الآيتين ليقول لك إن يأجوج ومأجوج بالفعل هم موجودون ويعني من لطائف القرآن أنه ذكرهم في آيتين ووضع فيهما دليل على أن الذي أنزل هاتين الآيتين هو الذي أنزل القرآن القرآن 114 سورة أخي الحبيب القرآن 114 سورة فالذي انزل ايتين تتحدثان عن يأجوج ومأجوج هو الذي انزل ال114 سوره سوى القران لذلك عندما نقرا الايتين نجد ان عدد حروف الايتين هو 114 انا اعتبر هذه اشاره لطيفه لمن لديه عقل ولديه تفكير تشير ان الذي انزل القران هو الذي انزل هاتين الايتين الايه الاولى في سوره الكهف عندما ذهب ذو القرنين وطاف الارض وبلغ اسباب الارض صادف اناسا قالوا يا ذو القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الايه الثانيه يقول الله سبحانه وتعالى هذه بدايه قصتهم الايه الثانيه في سوره الانبياء تحدثنا عن نهايتهم حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون انظر الى التعبير هنا من كل حدب للدلاله على كثرتهم ينسلون هذه الكلمه تكررت في القران مع خروج البشر من الاجداث من القبور ونفخ في الصور فهذا هذه النفخة نفخة نفخة البعث والإحياء ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور يعني إلى ربهم ينسلون ينسلون يعني يخرجون مثل ينسلون مثل الشعرة من العجين فهؤلاء موجودون تحت الأرض طيب علميا كيف نستطيع ان نستوعب هذا الموضوع احبتي في الله؟ انا ساقول لكم حقيقه علميه معروفه اليوم. عدد الكائنات الحيه الموجود على الارض صدق او لا تصدق لم يكتشف العلماء حتى الان منه الا اقل من 10%. 90% من الكائنات مجهوله حتى الان، نحن لا نعلم شيء عن اعماق البحر. أعماق البحار غير مكتشفة إلا بنسبة ضئيلة جدا والدليل على ذلك عندما تضيع غواصة أو تغرق غواصة كما قبل حدث قبل فترة وتحدثنا عن هذا الموضوع يجلس يعني يبحثون أيام وربما أشهر ليعثروا على أثرها فلو كان لدينا مخططات لقيعان البحار ونستطيع أن نصل إلى هذه المناطق إذا لا داعي أن يتم البحث وهناك غواصات تغرق حتى الان غير معروف مكانها لا يعرفون مكانها اذا عندما يقولون لك الانسان اكتشف كل شيء هذا غير صحيح انا تحدثت عن دراسه عن عدد الكائنات الحيه او الاجناس الموجوده على الارض وهي بالتريليونات ويقول العلماء انهم لم يكتشفوا الا القليل منها فقط يعني هناك كائنات في أعماق البحار 90% غير مكتشف طب هناك كائنات في الأرض تعيش تحت الأرض مثل الديدان وغير ذلك وكائنات أيضا معظمها غير مكتشف هناك أماكن لا نستطيع الوصول إليها أحبتي في الله وبالتالي عندما يقولون لك ألا العلم اكتشف كل شيء ولا لا لا هذا غير صحيح هذه الأقوام يأجوج ومأجوج انا التزم بالنص القراني عندما يخبرني حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين ظهور ياجوج وماجوج من علامات الساعه ايها الاحبه مع ظهور المسيح نزول المسيح عليه السلام ظهور المهدي ظهور الدجال الى اخر دابه الارض هذه من العلامات الكبرى للساعه واخيرا طلوع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا نفس لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فاذا انا بالنسبه لي كمؤمن هل اصدق وجود ياجوج وماجوج ام اكذب إذا أردت أن أفكر بشكل علمي، أنا لا يوجد لدي دليل الآن ينفي وجودهم. يعني دليل علمي يقول إن ياجوج وماجوج غير موجودون، هذا الدليل غير موجود. بالعكس بل بل هناك أدلة تشير إلى أن الإنسان وهذا البحث منشور على موقع لايف ساينس، لم يكتشف من الكائنات الموجودة في الأرض إلا القليل جدا. فما بالك بباطن الأرض أو تحت الأرض فإذا أخي الحبيب هذه الأقوام كيف نشأت كيف تطورت كيف وضع سيدنا ذو القرنين هذا الردم قبل ألاف السنين كان عدد البشرية قليلا جدا لأن البشرية بدأت بسيدنا آدم وأمنا حواء نين؟ اليوم ثمانية مليارات فذات يوم ربما كان عدد البشر بضع الاف بضعه الاف وبالتالي كان هناك كائنات لنقل انها بشريه شكلها مرعب تفسد في الارض الحاد وكفر وانا اميل الى انهم كائنات عاقله وليسوا كائنات بهيميه يعني من صنف البشر هذه الكائنات أفسدت كثيراً، ولكن كان عدد كان عددها قليلاً. فالسيدنا ذو القرنين وهو عبد صالح سخر الله له أسباب الأرض ذهب بأقصى الشرق وأقصى الغرب مطلع الشمس ومغرب الشمس. مهم هناك منطقة اسمها بين السدين. يعني دعوني أذهب للقصة من أولها. حتى إذا بلغ بين السدين، من هو؟ سيدنا ذو القرنين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، إذا هذا إشارة لي، لي، لمخلوقات بشرية بدائية، لا يكادون يفقهون قولا. يعني إذا المنطقة التي وجدوا فيها ربما تكون منطقة منعزلة، منطقة آه مضى عليها سنوات طويله وكان فيها انبياء وكان فيها بشر ولكن اهلك الله هؤلاء البشر ونشا بعدهم بشر وكفروا ايضا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا يعني مالا الخراج يعني المال على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير كان لديه وسائل للسفر البعيد كان لديه وسائل متطورة الله سخرها له وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا كان يستطيع أن يقطع ألاف الكيلومترات كيف الله أعلم كان لديه وسائل قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما السد لو جعل سدا ربما تسلقوا عليه سيدنا ذا القرن القرنين وضع حلا جذريا لهذه المشكلة وجعل بينهم ردما أي أغلق هذا المكان بشكل كامل أغلق عليهم المكان آتوني زبر الحديد قطع من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين لأنهم كانوا هم يعيشون في ما يشبه الوادي مثلا لنقول ذلك وهناك منطقة جبلية مثلا كانوا يعيشون فيها وهناك هذه المنطقة الفتحة التي يخرجون منها ويعودون يخرجون ليفسدوا في الأرض ثم يعودون فهو صنع خليطا من الحديد والنحاس المذاب واغلق عليهم هذا هذه هذه الفتحه او هذه المسافه حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطران اذا صهر الحديد واضاف عليه النحاس المذاب فشكل مزيجا صلبا جدا غير قابل للتاكل ولا يتأثر بالعوامل الجوية وسميك جدا لا يستطيع فما استطاع فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقباً فما استطاعوا أن يظهره أي أن يظهر عليه يخرج منه وما استطاعوا له نقباً أي خرقا وهنا كلمة استطاعوا واستطاعوا لأن الخرق والنقب أصعب من الظهور أو التسلق فاستخدم القرآن كلمتين لطيفتين الأولى بالتخفيف استطاعوا لأن العمل خفيف عمل التسلق خفيف أما الثانية قال وما استطاعوا بإثبات التاء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وما استطاعوا له نقبة لأن النقب أو الخرق أصعب بكثير فاستخدم كلمة استطاعوا هذا من الاعجاز البلاغي في القران الكريم. طبعا هنا سيدنا ذو القرنين لما راى هذا المشهد قال قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اذا الايه الثانيه هنا تشرح لنا ما الذي سيحدث في المستقبل. اذا القران اخي الحبيب فيه خبر او نبأ او خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. يعني فيه الماضي والمستقبل. فالقرآن يحدثنا عن تاريخ يأجوج ومأجوج ونهاية يأجوج ومأجوج حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج. لماذا استخدم القرآن كلمة فتحت؟ النبي اكد هذا المعنى عندما قال فتح يعني بهذا الحجم من ردم يأجوج ومأجوج فتحت فتحة بهذا الحجم فالآن هم يحفرون في هذه اللحظة ونحن نتحدث والفتحة تتسع ليخرج متى سيخرجون الله أعلم ولكن أنا كإنسان أستخدم عقلي الأفضل أن أصدق لماذا لأن دائما الأحداث المستقبلية نحن لا نستطيع أن نعلمها يعني مثلا إذا قال لك شخص وانا اتحدث هنا علميا ومنطقيا، اذا قال لك شخص هناك احتمال ان يحدث زلزال في هذه المنطقه، قد يكون كاذب. ولكن انت اذا اردت ان تفكر بشكل امن وسليم وعلمي، تقول انا اعمل احتياطاتي اغادر هذه المنطقه مؤقتا ثم اعود لن اخسر شيئا. فاذا حدث الزلزال اكون قد نجوت بنفسي. إذا لم يحدث لم أخسر شيء. <applause> بهذه بهذا المنطق أنا أفكر بموضوع الأحاديث الغيبية. إذا كان هناك ياجوج وماجوج مثلا نفكر يعني بعيدا عن الأديان بعيدا عن بالعلم أنا أتحدث. إذا كان هناك ياجوج وماجوج إذا أنا لن أتفاجأ بهم وأكون قد صدقت بهم ونجوت بنفسي أمام الله أنني لم أكذب القرآن. طيب إذا لم يكن هناك أجور مأجوج أنا لن أخسر شيئا <applause> صحيح مثل عندما تحدثنا عن عذاب القبر قلت ما الذي سأكسبه إذا أنكرت عذاب القبر والحقيقة أنا لم أذهب إلى القبر ل... لأتأكد هل يوجد عذاب أم لا يوجد ولكن الأفضل والمنطق والعلم يقول أنني إذا اقتنعت بوجود عذاب قبر وكان موجودا هذا العذاب لا أتفاجأ به على الاقل اكون قد اخذت احتياطاتي مثل مثال الزلزال اخذت احتياطاتي ونجوت بنفسي من هذا العذاب طيب اذا لم يكن موجودا انا لم اخسر شيئا <applause> لاحظت اخي الحبيب يعني هذا المنطق اذا استخدمته مع الاشياء الغيبيه ترتاح جدا وتنجو بنفسك اليوم يعني هيئات الارصاد العالميه كثير من الانذارات تطلقها وتفرغ مناطق بأكملها تقول هناك إعصار سيضرب هناك زلزال سي ولا يحدث شيء والناس فرحون <applause> يعني أنا حقيقة إذا قلت لي هناك كارثة ستحدث في هذه المنطقة تدمر هذه المنطقة وأنا ذهبت ورجعت ولم أجد هذه الكارثة أنا أفرح أن أنني لم أتضرر وإذا حدثت أيضا أفرح أقول الحمد لله أنني نجوت بنفسي وبالتالي الأفضل الأفضل كل ما يتعلق بالامور الغيبيه ولكن بشرط ان يكون قد ذكره القران او السنه المطهره فالافضل ان اقتنع به والافضل ان اؤمن به فاذا حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج يعني فتحت فتح هذا الردم وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا غافلين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا لطيف طيب ماذا عن تفاصيل حياتهم كيف سيهلكون؟ هناك بعض الاحاديث تقول ان الله سيرسل عليهم افه او دوده او كائن صغير سيكون سببا في هلاكهم بعد ان يملأوا الارض افسادا بعد ان يملأوها فسادا والحقيقه النبي عليه الصلاه والسلام له حديث لطيف في هذا المجال ذات ليله فزع النبي عليه الصلاه والسلام من موقف يعني نحن نغفل عنه استيقظ فزعا وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل مثل هذه واشار باصبعي هكذا وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها قالت له السيده زينب رضي الله عنها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث هذا الحديث موجود في البخاري طيب خروج ال ياجوج وماجوج ياتي بعد خروج المسيح وخروج الدجال والمسيح عليه السلام عندما ينزل الى الارض يملا الارض عدلا ويقيم العدل ويحكم بشريعه القران لان لان القران هو الكتاب الخاتم هو الرساله الخاتمه وبالتالي ايها الاحبه هنا الاحداث التي ستحدث بعد ظهور ياجوج وماجوج هناك تفاصيل كثيره جدا ذكرتها الاحاديث النبويه. الذي يهمني انا كمؤمن ان هذا الافساد سيحصل في الارض وسيكثر الفساد ويكثر الظلم ولكن الله لن يسمح باستمراره الى ما لا نهايه. سيهلك ياجوج وماجوج ويعود الناس ويعود الامان للبشر ويعود الناس لاعمالهم للحج والعمره و آه، لممارسه اعمالهم طيب هنا انا لا اريد ان اخوض معكم في التفاصيل الدقيقه انا كانسان مؤمن كيف انظر الى قضيه ياجوج وماجوج لماذا ذكرها القران هنا نريد الجانب التدبري ايها الاحبه لماذا ذكر القران هذه القصه ولماذا تحدث عن احداث يوم القيامه حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج؟ ولماذا قال النبي ويل للعرب من شر قد اقترب؟ الحقيقه ايها الاحبه كل هذه انذارات لنا نحن اليوم. يجب ان تبقى حذرا اخي الحبيب من قيام الساعه، الساعه لا تاتي الا بغته على فكره. وموت الانسان لا ياتي الا بغته. لذلك نحن امرنا ان نستعيذ بالله من عذاب القبر. من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، حتى أنني لم أرى المسيح ولكن أنا أستعيذ من شره وشر أتباعه وشر من يسير على نهجه. يعني أنت عندما تقول في في دبر كل صلاة في آخر الصلاة، اللهم إنني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ومن فتنه المسيح الدجال، انت حقيقه لم ترى عذاب القبر ولم ترى المسيح الدجال ولم ترى عذاب النار ولكن هذا هذه الاستعاذه تذكرك دائما بوجود عذاب احذر تذكرك دائما بوجود هناك مسيح دجال سيظهر في اي لحظه احذر دائما القران والنبي عليه الصلاه والسلام يحذرنا لنبقى في حاله استعداد وهذا المعنى موجود في القران اخي الحبيب امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما قانت يعني خاشع ما هو حال المؤمن الخاشع اناء الليل اطراف واجزاء طويله من الليل امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما هنا دقق اريدك ان تدقق على هذه الكلمه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي الخوف والرجاء الرهب والرغب يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي طيب اليوم نحن كيف نمضي ليالينا على شاشات الموبايل والتلفزيون واللهو والاحاديث التافهه اذا كنت تريد ان تكون مؤمنا حقيقيا ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يجب أن تحذر الآخرة في كل يومك أن تعمل حساب للآخرة فهذه الأحداث ذكرت في القرآن لت... لنبقى على استعداد نجهز أنفسنا لنزول القبر وللبعث واليوم القيامة وهذا هو المنطق العلمي أخي الحبيب اليوم كل آه الاختراعات كل التكنولوجيا تقوم على هذا المبدا يعني اليوم الجهاز الاغلى هو الذي فيه عوامل امان كثيره جدا السياره الاغلى فيها عوامل امان ضد الحوادث ضد الحريق ضد كذا 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 الى اخره فتفكيرك بالاخره هو امان لك تموت وانت مطمئن لماذا معظم الناس اليوم يخافون من الموت لا يريدون التفكير بالموت لانه مذنب لاهن غافل عن الاخره فلا يحب ان يتذكر الموت ولكن عندما تحذر الاخره وتتذكر ان هناك اناس او هناك كائنات ستفسد في الارض ياجوج وماجوج وان هناك مسيح دجال وهناك المسيح عليه السلام سينزل وهناك طلوع الشمس مغربها هناك دابه الارض هذه الأحداث عندما نتذكرها نبقى في حالة حذر من الآخرة. فإذا أردت أن تعصي الله تخاف، لاحظت أخي الحبيب؟ عوامل أمان صمام أمان يعني الأحاديث الغيبية هذه التي تتحدث عن علامات الساعة هي مثل صمام أمان بالنسبة للمؤمن. أبقى أنا في حالة حذر من من الموت، حذر من عذاب الله، حذر من عذاب القبر، حذر من ان اظلم احدا من الناس اخاف ان اؤذي احدا حتى اذا تعرضت لاذى او ظلم اصبر واحتسب عند الله لان دماغي وافكاري كلها متوجهه نحو الاخره فانا لا اريد من الدنيا شيئا سوى ان امضي هذه الفتره التي قدرها الله لي على خير ثم أذهب إلى الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين لذلك أحبتي في الموضوع طويل جدا يمكن أن نخصص لقاء ثاني إن شاء الله إذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى وإذا كان هناك في العمر بقية نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق